كل احنا نصابين بسلاح واخوة سلاح راحوا، لكن هذا صوتك المبحوح راح يجي يوم تهلهلين لما ذول الخونة ماكو قبور تلفيهم. صلاح البقية في حياتك، وإن شاء الله الله يعوض عليك، وإنت اليوم صرت فخر من بين العراقيات الذين اللواتي قدمنا اللي أنطن لهذا الوطن أولياتهم. أنا أقول لك البقية بحياتك يا أم البطل. حياتك الباقي يا أبا، حياتك الباقي. أي الله يخليك. والله اليوم أطالب بمكان صلاح، أطالب بالعراق، وأطالب بحق العراق، وأطالب بحق صلاح، وأطالب بحق الوطن من خلال قناتكم. أي أمي مكاني أنا ما أقدر. العفو أستاذ، هي تدري يعني إحنا اليوم يعني مثل ما يقول الفاتحة وتعرف الأم، فصوتها ملتهب يعني بصراحة. ما يخالف، احنا نتشرف ابو احمد. تعبان صوته، كلش تعبان ابو احمد. انا رسالة ابو صلاح، انا رسالة ام احمد، ام صلاح، كلش عندي مهمة. هو هذا الصوت اللي يريده يسمعونه العراقيين. ما يخالف ابو صلاح، اعطيني الحجية. اعطيني الحجية. وياكم فلاح، وياكم صلاح. اعطيني اياها، اعطيني اياها. اي امه. الله من خلال قناتكم استاذ. اي خالة اي. استاذ نجم اتشرف بيكم وقناتكم وعلى راسي، واني صلاح شهيد ورفع راسي ورفع راس الوطن. ولدها صلاح اذا هم العراقيين وعندهم احساس يباوعون على هالشباب ويطلعون يطالبون الكل. نعم. ويطلعون مسيرة تشرين من البداية، ما يظلون نايمين ولاد الخائبة تكتل. ليش والله يطالب بحق الوطن؟ ايش قال هو؟ قال اريد العراق. ليش تكتلونه؟ ليش سوى هو من خلال هاي القناة؟ اريد ولد ارفع صوتي، مو مرة مو اثنين. صلاح انت شهيد واني مكانه، 10 يجون مكانه. والله يما ام صلاح، ابن العراق هماني روحي. ام صلاح شوفين هذا صوتك المبحوح هسه. نعم. اذا تسمعيني يما ام صلاح، كل احنا نصابين بسلاح واخوة سلاح راحوا، لكن هذا صوتك المبحوح. اي نعم. راح يجي يوم تهلهلين لما ذول الخونة ماكو قبور تلفيهم، لان صلاح ودم صلاح راح يتحول لسيف وإلى حبل على رقابهم. وحياتك ام صلاح، وحياتك. اي والله اقدم صلاح اللي سالم سال هناك بالمستشفى، ما شفته دم صلاح ذاك ما يضيع. اريده ما يضيع بشارب الشرفاء، اريد يطلعون وزن من 20. اريد العراقيين ينتبهون